اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة الذي حمل في نسخته الثالثة شعار الطريق إلى النسك، واستعرض على مدار 4 أيام أهم الفرص التي تسهم في إثراء تجربة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. للمزيد مع تقرير الزميل حسين الشمراني. معرض ومؤتمر الحج والعمرة في نسخته الثالثة والذي يعد الأكبر من نوعه في هذا المجال، حيث تشارك فيها العديد من الجهات ذات العلاقة. تابعونا في هذه التغطية. بدأنا نلمس الرؤية ونلمس مستهدفاتها ومكتسباتها، وفي هذا القطاع، قطاع الضيافة والحج والعمرة، رأينا بأم عيوننا كيف في 2023 تحققت هذه الأرقام الكبيرة والاستضافات لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، أرقام غير مسبوقة. ولذلك هذا المعرض يعني يشكل نقطة تواصل ما بين كل الأطراف، مقدمي الخدمات والمزودين وشركات الضيافة وشركات الطيران والتنقلات واللوجيستكس، حتى يعني تتم من خلاله النقاشات المثمرة وتصير يعني أشياء كويسة في التلاقي والتواصل ما بين جميع الأطراف. ما شاء الله تبارك الله، يعني الإقبال سواء من الأفراد أو من المؤسسات والشركات عالي جدا، الحمد لله أكثر من السنة اللي فاتت، وإن شاء الله هذا حيطور عدد المعتمرين اللي حيجوا. يعني زي ما أعلن معالي وزير الحج أنه ما شاء الله تبارك الله السنة هذه عدد المعتمرين تقريبا وصل ل 13 مليون، وهي أعلى عدد في السنين اللي راحت، وإن شاء الله هذا المعرض حيكون سبب واحد من الأسباب أنه الأعداد تزيد بإذن الله في السنين القادمة. حقيقة مستهدفات رؤية المملكة 2030 مستهدفات واضحة، ومكاتب تحقيق الرؤية في كافة الجهات الحكومية تعمل ليل نهار والمتابعة مستمرة لتحقيق كل مستهدف من تلك المستهدفات. ولعل قطاع خدمات الحج والعمرة وهي جزء من تلك المستهدفات حقيقة تتقدم عاما بعد عام وتتطور بشكل لا أقول سنوي ولا شهري وإنما بشكل يومي حقيقة. الحمد لله وشكره، مثلنا المشروع وحصلنا على الكثير من الرعاية الكريمة، وحصلنا أيضا على العديد من المشاركات القيمة سواء كانت من الوفود من خارج المملكة أو الوفود من داخل المملكة، وفي النهاية تحت شعار واحد والذي هو خدمة الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة. اللهم لك الحمد والشكر على هذا المعرض الجميل الذي تم برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله الأمير محمد بن سلمان، متمثلا بوزير الحج والعمرة ووكلائهم في إقامة معرض الحج الدولي ومؤتمر الحج الدولي، الذي حقيقة لمسنا فيه الجهود البالغة والكبيرة التي على مستوانا على مستوى القطاع الشركات في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية الخدمية للحجاج والمعتمرين، لمسنا الفائدة العظيمة والكبيرة ولله الحمد.